الحديث معنا في هذه القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخ بالقاضي. من أجل تكريس الجزائر الجميع. بين حزب الفجر هو حزب للمواطنين جميعا، ولكن أعرف أن هناك ما يخص قضية فلسطينية واضحة وضوح الشرق. الذي ودي أنكم توجهوا نداءكم وتوعية يعني لكل مواطن والمواطنات للمشاركة في القوة في هذه الانتخابات. والبرنامج كما ذكرنا يعني هو والله ما يحتاجش يعني ما يحتاجش للتعليق ولا للمناظرة. يعني البرنامج المؤهل والشخص المؤهل يضمن استقرار ثم مواصلة العملية المستقبلية وعد المجد. إذا ندعو إن شاء الله الشعب الجزائري للخروج بقوة لانتخاب السيد عبد المجيد تبون لعودة ثانية لمواصلة تطبيق البرنامج.